قال تعالى: فصل لربك وانحر. والصلاة هنا هي الصلاة بجميع أنواعها، وبعض العلماء يجنح إلى أن الصلاة هنا هي صلاة العيد، ومن ثم فإنها قدمت على النحر، وأعني صلاة عيد الأضحى، وذلك لأن التضحية لا تصح ولا تجزئ إلا بعد الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، ومن ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى. وقال لأبي بردة: شاتك شات لحم. وهذا القول وإن دخل في مضمون الآية، لكن الآية لا تقيد به، كما هو الشأن في سورة الأعلى. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض المفسرين: هي في صلاة عيد الفطر، وذلك لأن الزكاة هنا هي زكاة الفطر وتسبق صلاة عيد الفطر. ولذا ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء في الصحيحين يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجها قبل خروجنا إلى المصلى. لكن الآيتين لا تقيدان بهذا، فهي أعم وأشمل.